عليكم يا علي السلام مدد. آج ایک نجف اشرف کے صحرا میں جیسے نجف مولا علی کے روضے سے نکلے ہیں جناب موسیٰ کاظم کے شہزادے کی تعمیر کے لیے، صحرا کے اندر ایک شہزادے کا میں نے بورڈ پڑھا اور میں وہاں پہ ان کو کہا کہ مجھے یہاں پہ لے کے جاؤ، تو روڈ کو کٹ مار کے اس بورڈ کے جہاں لکھا ہوا تھا تو ہم آ گئے، کیونکہ یہ ویڈیو بنانا میں لازمی سمجھ رہا تھا، حالانکہ میرا وہاں پہ لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں قبیلے کے اشاعر وغیرہ. میں آپ کو بتانا ضرور کہ زیدی سادات جو ہیں، زیدی جناب زید شہید کی اولاد سے، جو دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے جناب زید کا حلہ شہر میں جناب نبی اللہ ایوب کے سامنے روزہ ہے، ان سادات کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپنا شجرہ ہے کسی بھی سید کے پاس، تو دیکھیں یہ بورڈ لکھا ہوا ہے، سید جاسم ابن یحییٰ ابن زید ابن علی ابن علی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جاسم کس کا بیٹا؟ یحییٰ کا. یحییٰ کس کا؟ جناب زید. زید جناب مولا سجاد کو علی سجاد کہا جاتا ہے، مولا حسین اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ یعنی تقریباً دو نسل میں سے فاصلے پر جناب زید کا پوتا. دیکھیں میں آپ کو کہاں کہاں صحراؤں میں ایسی زیارت کروا رہا ہوں، یہ تقریباً نجف سے 35-25 کلومیٹر دور پہ، نہیں 25-20. ہاں ان کا روزہ ہے، کس حالت میں زیدی سادات، خدا رہا اپنے دادا، اگر آپ کے شجرے میں یہ مل جاتا ہے تو ادھر ضرور آئیں، اور کس حالت میں ہیں، کس صحرا میں ہیں. میں جب نکلا ہوں ان کے روزے کی تعمیرات کے لیے تو یہ مجھے راستے میں نظر آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بزن اللہ بزن رسول بزن خلفاء بزن امیر المومین الحسن ابن علی ابن حسین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. هذا اسم سيد جاسم ابن يحيى ابن زيد الشهيد. بلي. تعال. زمن الإمام الصادق. ها؟ زمن الإمام زيد. لا، أي زيد زمن الإمام جعفر الصادق. جعفر الصادق. هذا يصير زمن الإمام رضي تقريبا. نعم. أي. وهذا اسمه سيد يحيى. سيد جاسم ابن يحيى. نعم. زول زيد. أم من السند، أمه زيد من السند، زيد ابن زين العابدين. نعم نعم. أم وين؟ من منطقة بني سند والهند. أنا من السند. نعم. جمع كل سعد مال زيدي أولاد زيد الشهيد كله بالهند والسند. وعندهم شجرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ذول الهند والسند موجودون سعد، عندهم شجرة. نعم. يقولون احنا زيدي، سادات زيدي. زيدية. اي احنا زيدية. وعندهم شجرة من ابو 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 ابو. بني. وموجود يحيى وجاسم هم موجود به. وراح هذا المقطع فيديو مفيد لهم. فاذا هذا خال اذا جدكم، لانه هذا زيدي ما موجود بالعراق ولا بالعرب. ما فقط راحوا كل اولاد وين؟ سند والهند. بني. لانه زمن الامام زمن المتوكل العباسي. اكو في الشاه عظيم. نعم. الشاه عبد العظيم. نعم. موسى بن زيد. نعم. موجود في الشاه عبد العظيم في طهران. طهران. اي هم راحوا موسى. راحوا كابول افغانستان. بلي بلي. اي وراحوا جماعه سند اكثريتهم هاي رزوي صارت امام اولاد امام رضا. نعم. كلهم سند والهند. والاولاد الامام الباكر هم كلهم سند والهند. لانه امام علي قال يجي زمان اولادي مشكله يصير نانا فتروحون سند والهند، يقول انا اولاد امام علي فذولا يحترمون انتم شنو ما تريدون يعطون. فاجوا صادق حتى الان اذا سيد موجود احنا يعني قدام سيد موسى عالي احترام فوق واحنا جوا. هذا جاسم ويحيى وزيد الشهيد يعني عندهم شجره موجود، نان ما موجود، اولادهم كل سند والهند. فراح نسوي هاي مقطع فيديو يوصلهم ان شاء الله. هذا جيتكم هنا تعال. بارك الله فيك. بارك الله. نعم ان شاء الله. هذا الجيم. السلام عليكم. زين ان شاء الله. شلونك يا ابو؟ شلون احوالك؟
شلون امورك؟ معك سؤال الحمد لله. الله يسلمك. مع الشيخ. ايه. بالنسبه للسيد ابراهيم بن يحيى بن زيد بن حجر. ابراهيم وجاسم. نعم. معلق كان غير خادمي. نعم. الله يرحمه. سيد ابراهيم بن يحيى بن زيد بن حجر. حجر بن الحسين القعلبي الطالب. هاي بالنسبه للسيد ابراهيم. اخوته كان سيد جاسم وسيد احمد. هذا هم اولاد يحيى. نعم. يحيى يندعون على اساس ميراث. نعم. فرحت انا. هم يدور لنا ندخل معلومات. نعم. فيحيى بيران ما عنده خربه. نعم. يعني هو صغير صار ولا صار. نعم. هاي ماشي بالكتاب. نعم. فاكو يحيى ثاني يسمونه يحيى المحدث. نعم. بلبنان. نعم. عنده 9 اولاد وسيد ثلاث. نعم. وهذا جوار. دول عندنا هنا هسه 5. ابو سجاد عيوني. نعم. شلون؟ لا هذا روح منتظرين جمال. والله اخوي يعني ماكو شيء ابراهيم. سليم الصليبي. هذا قديم جاب دور ولا بدور. اي والله وجايين احنا سيد ابراهيم. ابراهيم ابن يحيى. ما يسمعك سعد تقول جاسم. صح هذا اخوي سيد جاسم هنا موجود. ها. الله هسه ان شاء الله الاحراس ان شاء الله يمه. راح اطرب جمالك. هاي. يي بتعرف. طبعا عندك لحظات يعني اكو شباب متعرفون. سيد جاسم. نعم. ये बता रहे हैं कि ये जो हम इस रोड़े पे आ रहे हैं आप उसका नाम ले रहे थे सईद जासिम। सईद जासिम जिस पर बोर्ड पड़ा है वो उनके भाई उधर हैं। ये जनाब यहया के बेटे हैं। 5 बेटे थे इस सहरा में। उनको किस हाल में शहीद किया हमें तारीख का नहीं पता, मगर उनकी कब्रों की जो है उस पर लिखा हुआ था कि ये जनाब यहया इब्न ज़ैद के जनाब ज़ैद के पोते हैं और जनाब यहया जो है जनाब ज़ैद का बेटा है। तो कह रही 5 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है सैयद इब्राहिम है और इनके 2 भाई भी इधर हैं और 2 भाई और भी। इनका जो बाबा है यहया वो ईरान में है जो पता चला, मगर उधर मुझे तारीख नहीं मिली। कुछ कह रहे हैं कि लुबनान में सैयद यहया मुहद्दिस कहते हैं उसकी 5 बेटियां उधर हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब यहया के जो इधर बेटे हैं वो तो हमें मालूम है, जनाब यहया के खुद की कब्र या ईरान में है या फिर लुबनान में इसकी हमें 100% कोई भी तस्दीक, मगर अक्सर कहते हैं कि लुबनान में है। ना اخو سيد جاسم صار موجود هنا. نعم. من بنه دافع بشاراته. نعم. بالعمر اكبر من سيد ابراهيم. اه اخوه الثالث سيد احمد الى الملقب احمد ابو الشيخ هذا الاخر. اه بس نعم. ماشي ابو يحيى اخواته سميه والقيه موجودات هم هنا هذا اي هنا في المنطقه. فذول انا يعني من صرت بالدنيا لقينا احنا ثايات صغار احنا نسبي قبل كم ثلاث ومن بين ابشاراته فتوصل الى هيك مراحل واطشارات وهواي سوا الا سرطان طاب ما عنده بذور يطيب فضل هم منهم من الله هم عملهم عند ربنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کے روزے پہ وغیرہ ہم چھوٹے سے بچے تھے جو ان کی قبر ایسے ہی تطلع حلم ما ياكل لا هو الحلم واكل باتات يعني بالنور يطلع لك صح صح وهذا كله ثبت. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل هذا الحجبت ان بچپن سے لے کے ان کے روزے پہ ہم جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو موجودات وغیرہ دیکھتے آئے ہوئے ہیں. مطلب یحیی بیران مو ابوه ایران اولاد یحیی ما عنده خط ما عنده مصروف هو صغير یحیی بلبنان عنده 9 اولاد 3 بنات هذا جبت النسب يعني يحيى سين ابو خذوا يحيى لا يحيى غير يحيى ذاك يسمونه يحيى بن زيد ابن زيد وذاك يحيى المحدث الثاني يسمونه هاي كانت من عليه بكتاب لان مو عنده هاي الثاني زين ابن من مثلا هم له اسم موحد لان كل من كتابه محدث يرجع علمه مثلا هو هم يرجع لاهل البيت يعني هم يرجع لاهل ابي طالب هم كلهم ارجعهم على ابي طالب. نعم. اي يعني الحمد لله وشكرا كده موجود. تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ادھر بچپن سے رہ کے ادھر آئے ہیں رہے ہیں کریں تو ہم نے ان کے معجزات وغیرہ بہت زیادہ دیکھے ہیں کیونکہ ہم گاؤں میں جاتے ہیں وغیرہ تو ان کے معجزات دیکھ دیکھ کے ہم دوارے اور یہ اتنے مرحل میں ان کے معجزات کی وجہ سے پہنچا ہے. میں نکلا ہوں قبروں کی تعمیر کے لیے ان کو آگاہ کرنے کے لیے تو آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جناب زید کے پوتے ہیں جناب ابراہیم اور ان کے 2 بھائی بھی ادھر ہیں 2 بہنیں بھی ادھر ہیں 5 ٹوٹل ادھر ہیں. کن صحرا میں کس حالت میں ان کو شہید کیا گیا ہے؟ یہ متوکل عباسی ملعون کا دور تھا جس زمانے میں یہ صحرا میں کس بیابان اور صحرا میں میں آیا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ تو یقیناً میرے لیے تو بہت بڑا شرف ہے میں تو صدقے جاؤں جناب زید کی اولاد پر جن کی اماں سندھ سے تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ابراہیم امام زین العابدین کے پوتے مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کے روزے کو چنام جتنے بھی زیدی سادات ہیں ان تک پہنچا سکوں, ان کو بتاؤں کہ آپ کا دادا اس صحرا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں. اس زیارت کے لیے ضرور آئیں مولا علی کے روزے سے. صحرا کی سائڈ پہ ان کا روزہ مبارک ہے. انشاءاللہ حج خدمتک.
ये इनके भाई हैं, हाजा जासिम शिनु बाद सैयद जासिम सैयद अहमद सैयद जासिम अहमद अहमद और सुमैया और रुकैया वैन सुमैया और रुकैया जल्दी सुबह पहुंची हां हां هاي ذني مقبرة؟ إيه ذي شتني غرفة واحدة. نعم نعم إن شاء الله. إحنا نتمنى نشر استاذ. إن شاء الله إن شاء الله حجية راح أجي أقرب وقت وراح أجي باصات نان إن شاء الله. سمية رقية سمية آپ نے سنا ہے نا نام یہ آپ کی جناب زید کی جو ہیں اولاد ان میں سے ان کی بیٹی کا پوتی کا نام ہے سمية ہم رقية بھی رکھتے ہیں وہ تو مولا حسین کی بیٹی کی جیسے مولا علی کی ممنون ابو علی تو یہ دیکھیں ये इनकी सुमैया और रुकैया जो हैं बहनें हैं जो इस रोज़े के अंदर हैं अल्लाह अकबर मुझे तौफीक दे कि तमाम चीज़ें जो मुझसे अल्लाह पाक ज़िम्मा ले रहे हैं खिदमात ले रहे हैं मोहम्मद वाल मोहम्मद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक पहुंचा सकूं जनाब ज़ैदी सादात के जो भी यहां पर रहते हैं खुदा आपका कोई भी दोस्त ज़ैदी हो उन तक पहुंचाएं उनको कहें अगर आपके पास शजरा है जनाब यहया का या फिर जनाब इब्राहिम का तो वो यहां पर हैं और जनाब अहमद का और सुमैया और रुकैया भी इनकी यहां पर हैं तो ज़ैदी सादात यहां पर ज़रूर आएँ ये देखें मैं बिल्कुल सहरा से आया हूँ ये आपको तो मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ हम जा रहे थे मौला मूसा काज़िम की शहज़ादी पे शहज़ादे के कब्रों का काम चल रहा है मौला हसन की शहज़ादा और शहज़ादी पर सैयद इब्राहिम किस सहरा से गुजरते हुए जा रहा हूँ आप हैरान हो जाएंगे मैं तो सामने सऊदी अरब का मुझे दुआ दीजिएगा और मेरे इस मिशन में कामयाबी के लिए दुआ भी करें और वीडियो को भी ज़रूर नशर करें ज़ैदी सादात मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी नजफ़ इशरक के सहरा से